سعياً منها لفك الاختناق السكاني وتوفير الوحدات السكنية للمواطنين، وقعت محافظة نينوى عقداً لمشروع تحديث وتوسيع التصميم الأساسي لمدينة الموصل. وأشار محافظ نينوى عبد القادر الدخيل إلى أن المشروع أحيل إلى شركة إيطالية وبتكلفة تصل إلى 6 مليارات دينار وبمدة عمل تبلغ 48 شهرا، لافتا الانتباه إلى أن ذلك المشروع يهدف أيضا للقضاء على العشوائيات في المحافظة، مضيفا أن الأيام المقبلة ستشهد إحالة مزيد من المشاريع للارتقاء بمستوى المدينة. هذا المشروع متوقف منذ أكثر من 25 عام بسبب استنفاذ التصميم، وبالتالي يعتبر التصميم الأساسي لأي مدينة هو قانون للمدينة، هو يحدد استعمالات الأراضي السكنية التجارية الفرص الاستثمارية. رغم كل التحديات ولكن الحمد لله اليوم تم اختيار أحد الشركات العالمية الرصينة من أجل الظفر من قبلها بهذا المشروع، وستكون هناك تنمية حقيقية لمدينة الموصل ومحافظة نينوى. إن مشروع التصميم الأساسي هو الارتقاء بتلك المناطق ورفع مستوى تلك المناطق.